سألوه من خلال إيتي بالعربي، حابين نفهم بس توضيح لإجابة تبعك يوم سئلت عن مسلسل المنصة وقلت أنه غير جيد، فوسائل السوشيال ميديا أيضا. لا، تجربتي غير جيدة وليس المسلسل، بفرق تجربتي بالمسلسل لم تكن جيدة. إيه، ما شو معنى غير جيدة من أي ناحية برأيك؟ غير جيدة يعني أنت وقت بتصور بشكل طبيعي يعني وما بتكون منيح بهذا الصرف، يا أما أحد حلين، يا أما أنت بتتحمل يعني أنت بتكون السبب أو بتحمل الآخرين السبب. أنا ما حملت أي حدا السبب. أنا بالنسبة لي وقت اللي صورنا بشرط له علاقة بالكورونا، رغم كل الإمكانيات ورغم كل الدعم سواء كان من جهات الحكومية بدولة الإمارات أو من جهة المنتجة، والتي شهادة لله لم تقصر وكانت مهنية جدا ومحترمة، بس يعني إنك تصور بشرط الكورونا، هذا هو شرط مثلا مثالي جيد للتصوير؟